بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الثانوية العامة، أهلا بكم في قناة الإبداع للبرمجيات وفيديو جديد يخص جميع الطلبة إن شاء الله بإذن الله. في هذا الفيديو سنتعلم الطريقة الصحيحة والمضمونة لعمل تقليل الاغتراب أو التحويل بين الكليات لطلبة المرحلة الثالثة، سواء بالنسبة لطلبة الدور الأول وكذلك لطلبة الدور الثاني. كمان في الفيديو ده ايضا هعرفك الاسباب الرئيسية اللي بتكون سبب في رفض تقليل الاغتراب، وغالبا بنسبة 1000000% بيبقى انت السبب في رفض تقليل الاغتراب الخاص بيك. كمان في الفيديو ده ايضا هعلمك تعمل ايه لو تقليل الاغتراب بتاعك اترفض. لكن بداية، لو كنت طالب اولي امر ومهتم باخبار التعليم وكمان باخبار التنسيق ويهمك يصلك كل اخبار التنسيق اول باول، فياريت تنزل تشترك في القناة وكمان تفعل زر الجرس عشان يصلك كل الفيديوهات القادمة، وياريت تدعمنا بلايك الآن للفيديو، وياريت لو قدرت تشار الفيديو ده شيره بحيث تعم الفائدة. لكن في البداية، ايه الفرق بين تقليل الاغتراب المناظر والغير المناظر؟ بالنسبة لتقليل الاغتراب المناظر، اللي انا هحول لنفس الكلية بس من محافظة تانية. مثال، انا مثلا كمحمد نجحت مثلا او جالي كلية بالمرحلة الاولى او الثانية، ولنفترض كلية حقوق حلوان، وانا مثلا من محافظة الفيوم وعايز احول لمحافظة الفيوم او اقلل المسافة او اعمل تقليل اغتراب لمحافظة الفيوم، فده بيسمى تقليل اغتراب مناظر، بس بشرط يكون اللي انا احول لنفس الكلية. انا مثلا جاي لكلية حقوق، يبقى احول كلية حقوق، ما ينفعش اللي انا احول اي كلية تانية. لكن انا مثلا كمحمد مثلا جاي لكلية مثلا حقوق جامعة حلوان، وعايز مثلا احول كلية مثلا اداب جامعة الفيوم، فده بيسمى تقليل اغتراب غير مناظر، وده بيشترط فيه حاجتين. اول شيء، اللي انا لازم اكون جايب الحد الادنى الخاص بكلية اداب، لازم اكون جايب المجموع قبل ما احول. ويفضل اللي انت مثلا لو حاسس اللي انت جايب المجموع بالعافية، حاول تكتب مثلا او تختار اداب انتساب عشان التحويل بتاعك ينجح بكل سهولة وبكل بساطة. ايه معنى الكلام ده؟ هل في تحويلات بتترفض؟ اي في تحويلات بتترفض، مش شرط ان التحويل بتاعك يتقبل الا اذا كنت ضامن الكلية بتاعتك انت جايب المجموع بتاعها. طيب، الشرط الثاني، اللي انا مثلا هحول لكلية والكلية دي تكليها اختبار قدرات، وانا للأسف ما قدمتش على اختبار القدرات، فالافضل ليك ما تحولش لان التقليل بتاعك هيترفض. طيب، ازاي بقى اقدر اعمل تحويل الاغتراب او تقليل الاغتراب؟ كل اللي عليك هتبدأ تدخل على الموقع اللي باين قدامك حاليا، وهيكتب لك الان تقليل الاغتراب بالمرحلة الاولى والثانية. هبدأ اضغط هنا للدخول على الصفحة. بعد ما اضغط هيبدأ برضو يجيب لي صفحة بالشكل ده كده. كل اللي عليك هنا برضو هتبدأ تضغط هنا لتسجيل رغبتك، وكتب لي طبعا الان برنامج تقليل الاغتراب بالنسبة للمرحلة الاولى والثانية. هبدأ انزل تحت واضغط على هنا لتسجيل رغبتك. هيبدأ يعرض لي الشاشة الموجودة قدامكم حاليا، وهنا بيقول لي اختار شهادة الثانوية العامة الخاصة بيك. كل اللي عليك هتبدأ تدخل هنا وتختار مدارس الثانوية العامة. كل اللي عليك بعد كده تحت شهادة مدارس الثانوية العامة طالب منك رقم الجلوس، هتبدأ تكتبه. بعد رقم الجلوس هتبدأ تكتب الرقم السري اللي هو مكان موجود في بيان النجاح اللي انت خدته اللي سجلنا بيه الرغبات. بعد ما اكتب رقم الجلوس عندي في كباتشا هبدأ اعيد الارقام اللي هي موجودة قدامكم حاليا. بعد ما تكتب الارقام ديت هبدأ اضغط على كلمة او امر الخطوة التالية. بعد ما اضغط على الخطوة التالية هيبدأ يوديني للصفحة التالية اللي هي باينة قدامكم حاليا، وهنا بيقول لي الان انت في خدمة جديدة. كل اللي عليك طبعا كل الرغبات اللي كنا مختارينها قبل كده خلاص ما بقاش موجودة، فهتبدأ تضغط على قائمة جديدة. بعد ما اضغط على كلمة قائمة جديدة هيبدأ يعرض لي الصفحة اللي موجودة قدامكم حاليا، ولو جاب لك الرسالة ديت هبدأ اضغط له على موافق مفيش اي مشاكل.
بعد ما يجيب لي الصفحة اللي موجودة قدامك حاليا، كل اللي عليك هنا تبدأ تأكد على رقم الجلوس واسم الطالب وتاريخ الميلاد والمحافظة والإدارة التعليمية ومجموعة المواد، سواء كنت أنت أدبي أو علمي. بعد كده برضه هأكد على درجة باللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، وفي حالة لو حصل أي مشاكل هبدأ أتصل على الرقم اللي موجود قدامكم حاليا. بعد كده هبدأ أضغط على الخطوة التالية عشان يبدأ بعد كده يوديني للصفحة اللي بعد كده. زي ما باين قدامك حاليا وكاتب لي هنا الخطوة الرابعة، طلب تقليل الاغتراب. لو تلاحظوا هنا في تقليل اغتراب مناظر، وفي تقليل اغتراب غير مناظر، وفي معاهد، وفي الغاء الطلب. لو انا عايز مثلا خايف اعمل تقليل الاغتراب ومش هسلك فيه، ممكن ابدا اضغط على الغاء الطلب واطلع منه. طب انا مثلا هحول لمعاهد، هبدا اضغط على كلمه معاهد. طيب نبدا بقى هنا تقليل الاغتراب اللي الطلبه هيبدا يعملوه. هنا موجود عندي حاجتين، في تقليل اغتراب مناظر وفي تقليل اغتراب غير مناظر. اتفقنا في تقليل الاغتراب المناظر اللي انا مثلا هحول لنفس الكليه بس من محافظه تانية زي ما انتوا هتشوفوا الان، وده التقليل اللي انا هعمله. اما بالنسبة لتقليل الاغتراب الغير مناظر اللي انا هحول من كلية تانية لكلية مثلا في محافظة او في محافظتي والكلية طبعا اخرى، طبعا انا هنا هعمل تقليل اغتراب مناظر، وانا التقليل ده هعمله لجامعة الفيوم زي ما موجود قدامكم حاليا. فهبدأ اختار مثلا جامعة الفيوم، وبعد ما اضغط هبدأ اضغط على كلمة اضافة. طيب انا مثلا تقليل اغتراب غير مناظر وهحول من كلية تانية، هتبدأ تختار تقليل اغتراب غير مناظر، هيبدأ يعرض لك كل الكليات اللي هي مناسبة لمجموعك. بعد ما اختار الكلية بتاعتي هبدأ برضو اضغط على كلمة اضافة عشان يبدأ يضيفها لي اسفل الرغبة. طبعا بعد ما هخلص واضغط على كلمة اضافة هبدأ اضغط على الخطوة التالية. بعد ما اضغط على الخطوة التالية هيبدأ يجيب لي البيانات الموجودة قدامك حاليا، وهنا بيقول لي اكد على رقم الجلوس وطالب مني رقم هاتف اللي انا هكتبه. هبدأ اكتب رقم الهاتف، بعد كده هبدأ اكتب الرقم القومي، وهدخل البريد الالكتروني ان وجد، وبعد كده هكتب الرقم السري اللي انا كنت بستخدمه في تسجيل الرغبات. بعد كده هبدأ اعد كتابة الارقام اللي هي فوق اللي هي خاصة بالكابتشا، هبدأ اكتبها بطريقة طبعا صحيحة عشان ينفذ معايا الخطوات. وبعد ما اكتب الحاجات بتاعتي هبدأ اضغط على كلمة تسجيل اللي هي باينة قدامكم حاليا. بعد ما اضغط طبعا على كلمة تسجيل هيبدأ يجيب لي الوصل او الاختار او ايصال الاستلام اللي هو موجود قدامك حاليا. ولاحظوا هنا كاتب لي الاسم والتخصص، وبعد كده المحافظة ورقم الهاتف والنوع، وكاتب لي الادارة التعليمية، وفي الاخر هنا جايب لي في بطاقة الترشيح رغبة تقليل الاغتراب اللي انا اخترتها اللي هي كلية حقوق جامعة الفيوم. طيب كده عرفنا ازاي نعمل تقليل الاغتراب بنجاح. طيب ازاي بقى اقدر اطبع الايصال ده عشان هحتاجه وقت ما اقدم الملف للكلية؟ كل اللي عليك هتبدأ بعد كده تاخد الايصال ده سكرين شوت، وبعد كده هتبدأ تطبعه في اي سايبر او على اي طابعة. وبكده يكون عرفنا ازاي اقدر اعمل تقليل الاغتراب بكل سهولة وبكل نجاح. دمتم في امان الله، وبالتوفيق مقدما لجميع الطلاب، ودائما موفقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.